السلام عليكم. يقول: إذا كان هناك جار لا يصلي ويستعمل المعاصي ويتسبب في أذى الجيران ولا يقبل النصيحة، وإن قبلها فمداهنة ومجاملة، هل يقاطع أم لا؟ الذي لا يصلي، إن كان لا يصلي في المسجد ولكنه لا يترك الصلاة، هذا تارك لواجب عظيم ومرتكب لمعصية، فيجب مناصحته. فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل وكان في هجره زجر له وقمع له عن هذه المعصية فإنه يهجر بقدر ما يردعه. وإذا كان هجره لا يزيده إلا شرا وتماديا في المعاصي فإنه لا يهجر، ولكن تواصل معه النصيحة والإنكار لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا يصلي مطلق، لا في المسجد ولا في خارج المسجد، فإن هذا كافر ليس بمسلم، يجب بغضه وعداوته والابتعاد عنه. قوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وتارك الصلاة كافر، لقوله سبحانه في أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فيجب مقاطعته وبغضه وعداوته والعمل على إبعاده عن المسلمين وترحيله عن مجاورة المسلمين لئلا يؤذيهم أو يؤثر على بعضهم. نعم.